بالنسبة للمتغيرات اللي تحسم اللقاء إن شاء الله بالفترة القادمة في المباراة الحاسمة بين الوداد المغربي والنادي الأهلي المصري، هي إن الأهلي يعني تقريبا تمكن من الاستقرار والدعم النفسي كبير قوي اللي حصل عليه بعد ما تمكن من التأهل بعد المستوى الرديء اللي كان بيقدمه في أول البطولة. بعد كده أعاد تصحيح أوضاعه مع المدير الفني الجديد اللي هو مستر كولر، مش الجديد بس هو قدر يحط النقط في الحروف وقدر يستقر الأوضاع بشكل كبير ويستمر في البطولة للنهاية إن شاء الله. يعني برضو قدر في لعيبة عنده ما كانتش بتلعب بدأ يديها فرصة وتشتغل معاه وبقت كويس قوي، قدر يقف على المراكز الأساسية للعيبة بشكل كويس قوي، قدر يوظفهم بشكل كويس قوي. في نماذج كتير قوي يعني زي بيرسيتاو، ده بيرسيتاو تقريبا يعني قدر يصنعه من جديد، يعمل بيرسيتاو من جديد. زي برضو مجدي أفشة وزي أحمد عبد القادر، يعني في لعيبة تقدر تصنع الفارق، واللعيب برضو اللي قدر يعيد اكتشافه من جديد هو حسين الشحات. حسين الشحات عامل شغل الموسم ده عالي جدا جدا جدا، بالإضافة لمحمود كهربا برضو قدر يعمل شغل عالي جدا معاه. فتقريبا دي الأوراق الرابحة جدا 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 اللي هي ممكن تحسم اللقاء إن شاء الله. وبعدين الأهلي الفترة اللي فاتت دي ماشي بمستوى واحد متميز ومتألق ونظافه شباكه نظيفة، بيحرز أهداف عالي جدا، أعلى نسبة تهديف بالنسبة للدوري وبرضه بالنسبة لأقل مستوى تقريبا شباك نظيفة جدا في الفترة الأخيرة يعني. ففي عنده ثبات عالي جدا جدا في التشكيل، وعنده قدر يخلق فرص كتيرة قوي اللعيبة ويقدر يعمل شغل عالي قوي معاهم يعني. مستوى الوداد الفترة الأخيرة هو يعني حتى لو الوداد مستوى وحش الفترة الأخيرة، ولكن كونه يقدر يكسب سان داونز، سان داونز دي كانت المفروض، انا راجل اهلاوي اهو انا بقول لك المفروض سان داونز دي كان هو اللي ياخد البطوله بصراحه. يعني بيقدم كوره يعني كوره هايله جدا 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 وكوره عاليه جدا، انا بعتبره برازيل افريقيا يعني. ففرقه تستحق التاهل بصراحه وتفوز بالبطوله يعني. فلو الوداد المغربي وحش وقدر يطلع فرقة زي سان داونز، لا يبقى الوداد مش وحش، الوداد هايل وفرقة كبيرة. وفرقة أحسن حاجة في الوداد إن هي بتعرف هي عايزة إيه من الماتش، بتعرف يتعامل مع الماتش حلو قوي، وبتعرف تسير أمورها في طول المباراة، وبتعرف هي عايزة تعمل إيه في الماتش وتاخد إيه من الماتش بالظبط. فما أعتقدش إن الوداد فرقة بالساهل خالص يعني. بالنسبة على انت حضرتك بتقول لي ان حظ الاهلي اوفر من الوداد المرة دي، انا ما بعترفش بالحظ خالص في موضوع كرة القدم. كرة القدم ما تعرفش حاجة غير المجهود والعرق في الملعب طوال 90 دقيقة هنا و90 دقيقة هناك في المغرب. فاللي هيفوز اللي هيلعب وهيشتغل على نفسه وهيضغط على نفسه هو اللي هيفوز. واتمنى الحظ يساندنا برضو يعني، احيانا ممكن تساندك الحظ، ولكن انا برضو برجع تاني اقول الكرة بتدي للي بيديها. لا الفكرة، على فكرة اقول لك على حاجة، انا كأهلاوي انا ما كنتش ارغب في ان احنا نقابل الوداد المغربي. الاهلي دايما يعني انا كان نفسي مثلا الاهلي يقابل سان داونز، على الرغم ان سان داونز اكبر انا زي ما قلت حركه اللي كده ان هي مستواها اعلى من الوادي المغربي بكتير، وفازت على الاهلي ذهاب واياب وعملت عليه شغل عالي جدا، ولكن احنا كان نفسنا كاهلاويه نقابل سان داونز عشان رد الاعتبار، وعشان كمان احنا لينا بنعرف كمصريين او فرق مصرية بتعرف تلاعب الفرق الأفريقية كويس جدا
يعني حتى لو ليها حظ عالي عليها او هي امكانياتها عاليه، ولكن بتعرف تلعبها حلو قوي بخلاف شمال افريقيا او بخلاف الدول العربيه زي المغرب وتونس والجزائر والحاجات دي. لا احنا بصراحه كمصريين، حتى الفرق المصريه على المستوى المنتخبات كمان مش بنحب نقابلهم، مش بنحب نقابل المنتخبات دي، لان دايما في احتكاك عالي، ودايما في ما اعرفش بيسموه ايه يعني بقى، ولكن الجماهير بتبقى عاليه قوي في الوقت ده كده، وفي احتكاك جماهيري عالي، وبيبقى في قلق جامد طبعا. ما كناش نحب نقابل المغرب ولا الوداد المغربي، ولكن خلاص هي دي كره القدم. وبرضو اكيد الاهلي برضو كان نفسه يقابل الوداد، عشان خاطر الوداد خد منه البطوله الماتش اللي فات في النهائي، فاكيد الاهلي عنده زي ثأر كده بيحاول يسعى عليه، بيحاول هيشتغل على الحته دي قوي، وربنا كريم. بالنسبة للشارع المصري بيرى المواجهة دي ازاي؟ طبعا هي مواجهة، انت عارف ان هي قبل ما تبقى مواجهة ما بين فريقين، لا ما بين جمهورين عاليين جدا، يعني جماهير الوداد، طبعا الوداد له جماهير عالية جدا، ونفس الشيء بالنسبة للاهلي، فهي لقاء، يعني لقاء انا بسميه لقاء السحاب بصراحة، ولقاء عالي جدا جماهيري وعلى مستوى كرة القدم، فاكيد هيبقى مستوى عالي جدا. وطبعا الجماهير المصرية اكيد كلها، او الجماهير الاهلاويه تحديدا، بتتمنى الفقر من الوداد، وان هي تفوز باللقب على حساب الوداد زي ما فاز الوداد السنه اللي فاتت باللقب على حساب النادي الاهلي. بالنسبه لرايي في الاخطاء اللي وقعت فيها اللي وقع فيها الاهلي الموسم اللي فات، للاسف الاهلي اتاخد في حته، مش لعيبه الاهلي تحديدا اتاخدت في حته للاسف مش مظبوطه خالص، في حته ان الاتحاد الكره ما وقفش، اتحاد الكره المصري ما وقفش جنبنا، وان المباراه تتلعب في المغرب وازاي ومش ازاي ومش عارف ايه قصه كده، المفروض اللعيبه نفسيا تبعد عنها خالص، بالاضافه لبعض الاعلاميين للاسف اللي مش كويسين، اللي حاولوا يشعلوا الفتنه ما بين الجمهور المغربي والجمهور المصري، وللاسف نجح في ذلك، فكانت للأسف اللعيبة برضو تقريبا يعني تأثروا بذلك، فيعني وبرضو كانت اللعيبة مجهدة قوي، وكانت المستشفى بتاعت اللعيبة، يعني كان في عندنا أكتر من لعيب مصاب في الفترة اللي فاتت دي، كانت اللعيبة مجهدة جدا، كان التحام موسم ورا التاني ورا التاني، وبنشارك في اكتر من بطوله في وقت واحد، وكان كاس العالم للانديه، وكانت قصه كبيره كده، فكانت لعيبها اصلا مجهده قوي، فاجهاد مع تعثر شائعات مع تعثر كلام مع 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 فخلى الدنيا بايظه خالص، فده كان ده اثر كتير بشكل كبير على لعيبه الاهلي. بص حضرتك، بالنسبه لحكايه ان الوداد يبقى عقده للاهلي، ما فيش الكلام ده خالص، انا ما بعتقدش في الكلام ده خالص، لان لو الاهلي لو الحكايه دي عقده، طب ما كان سان داونز السنه اللي فاتت كسبان الاهلي 5 اللي قبل اللي فات دي، والاهلي رد عليه ب5 وكسب وصعد، فالفكره مش دي خالص، مفيش حاجه اسمها عقده دي، انا ما اعتبرهاش في كره القدم. كره القدم زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان هي بتدي للمجتهد، وكرة القدم 90 دقيقة، يعني اللي هيلعب فيها هو اللي هيكسب، لكن مفيش حاجة اسمها عقدة ولا حاجة. يعني الوداد لو وحش أكيد مش حي... يعني أكيد الأهلي هيكسب، يعني انت فاهمني، ما فيش حاجه اسمها عقده بقى، مش عشان عقده يبقى الاهلي، لا ما اعتقدش الكلام ده خالص. يعني حاجه اخيره احب اقولها لك، الاهلي لو تمكن، طبعا انت عارف ان المباراه الاولى هتلعب في مصر في الاول، والمباراه الثانيه في الوداد المغربي، الاهلي لو نجح في احراز هدفين فرق 2 هدفين 2-0 او 3-0، صدقني كده البطوله تعتبر حسمت نهائيا. ليه بقى؟ لان المغرب في الوداد المغربي في المغرب مع الضغط الجماهيري الكبير جدا هيبقى نازل عنده ستريس عالي جدا، ويبقى مطلوب منه ان هو يعوض باي شكل، ف اكيد هيبقى دفاعاته مفتوحه خالص. يعني بخلاف لو الوداد المغربي قدر ينجح في مصر هنا في انه حتى يخرج تعادل بدون اهداف او حاجه، هيقدر يعمل سكور عالي جدا في مصر في الوداد، لان الوداد عنده قدره عاليه، لعيبه الوداد عندها قدره عاليه جدا على الاحتفاظ على تمويت المباراة، بمعنى أدق يعني على تمويت المباراة، وده للأسف برضو يعني لعيبة الأهلي لو راحت في السكة دي صدقني البطولة هتضيع منها الأهلي، وهتبقى نقول مبروك للوداد يعني.
فانا زي روشتة كده للاهلي، ان هو المفروض روشتة النجاة للاهلي ان هو المفروض يكسب 2 أو 3 لو عايز يكمل في البطولة بصح، يعني لو عايز ياخد البطولة يعني. وبرضه للوداد انصح الوداد لو قدر يخلي شباكه نظيفة ويخرج هنا باقل خسائر يبقى اكيد نقول مبروك للوداد يعني. وفي الاول وفي الاخر احنا فريقين عربيين اشقاء عرب، والبطولة في الاخر هياخدها اخ عربي ففرقة عربية، وده يعتبر نجاح للبطولة الموسم الثاني على التوالي للوداد المغربي او للاهلي، فحاجة كبيرة قوي. فبالتوفيق للفريقين، وشكرا لك يا غالي، وبالتوفيق ان شاء الله، وتحت امرك في اي حوار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.